المعاني المعنى برحيلي لبوة شاكست وعاكست ورفضت وصرخت، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار واقفة في البطانة. المدينة والتاريخ ولدت نجيب الحمروني ذات 10 مايو، وفي البطان يحتضنها مجرد اليوم على امتداد الماء ودهشة الألوان المبعثرة على جبينها الأسمر. أي ألم هذا، هذا الذي يسري كالسرطان في الجسد الصحفي اليوم. نجيب الحمروني اتجهت للصحافة عشقا وحبا وتحديا، طرقت البدايات بقلم جري في الصحيفة الأولى في البلاد، صحيفة الصباح مع الرائد أبدا محمد قلبي. بعدها كان الاتجاه إلى مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، وترأست تحرير كوثريات. 2009 كان الصوت مزلزلا والهامة صامدة والشراسة في أقصى تجلياتها. عامها كانت الشرعية النقدية تداس من نظام أبى واستكبر واستقوى لتنتصر ويكون إجماعا صحفيا نقبيا مدويا. كتبت فلسطين أم البدايات، القضية والوطن والوجع العربي الأزلي، ينسى العالم أقدم وأفظع وأشنع إرهاب، الإرهاب الصهيوني. نجي وليكم، فالرحيل قدرنا والموت حقيقتنا الوحيدة، فقط هي الحرية أزلية وكانت نهجتي، والكرامة عنوان وكانت مشوارك، والثورة طريق وثأر وكانت مبدأك، والثبات موقفا وكنت كنخلة جنوبية لا تلين حكمها.